أخيراً وصلنا للمرحلة النهائية من مسابقة Elevator Face Awards للموسم الثاني، والحين راح نعلن عن التحدي الأخير. الحياة مثل حفلة تنكرية، ونحن الأبطال كلنا على المسرح والعين علينا. أوقات الدور بيتطلب قناع يخفي حقيقتنا، وأوقات نضطر أن نكشف ما وراء الكواليس. نعم، الحياة متعددة الوجوه، ونحن بنختار الماسك الأنسب. حفلة تنكرية ماسكريد هو التحدي الأخير، ويا الوقت اللي نشيل فيه الأقنعة ونكشف الوجوه المخفية وراه.